عمو لازم انت اول مره تزور بغداد. عفا هنك يا ولد، خمس مرات جاي بغداد طار حفر ما مخلي سينما ما فات لي، شكو فيلم هندي اعلى. سكت بابا برحمه السعر اللي قلت ميتاب صديقي. اقول لك يا ميتاب بطل فيلم يوم منعتي. أي. انا قاعد بالسينما كنت شركة بالزوية او حد علينا ميتاب ابيض بابيض وفارق منه ان الداره سود وجه داره صفح بيها داره وعليه 60 67 واحد ولا شاعود رمشت عينه صفح لهم صفح. اي ما هي محبتنا هي سندتي جاني لزم كبير ما بيهم صمت براجدي. انا قاعد بالاخير سمعت الونه مال ابني والنوب تولاهم كتك قشو 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 مردهم مرد. ليش ما وقعت المناظر؟ شال راسه يقول اوه سبحان الله مظلوم جاعد اللوب الله بالخير مظلوم هو قال الله بالخير مظلوم وسير من قلبه قلب علي سقط ميتاب صديقك هذا يحبني منه هذا يجري منه شحنه وضويات طفوا الفيلم ميتاب نزل جوا قاعد بالوادي. قلت له اخوي ميتاب رد كمل العركه وانا اتفرج باب سينما. اي هو رد لهم قشوم 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 عصا بيده واحد وكبسه عيدك بيه عيدك بيه. قال له ولك انت تحكي صديق سليم شلون؟ هو ما قال صديق سليم شنها قال لي ما لحق تقرا شردم شردم الكتابات ما لحق الكتابات يا ابني تاب. مو جاء واحد من وراه بحمود راد ياخذه غفر وانا قلت له ميثاق وراه برد مرد. قال ها اخويا مظلوم قلت له افتردي وجاني على باب السينما وقبل على بالباجينه كل واحد طق له ما ايش قد حط له خال ميثاق غير